أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيئة أن اختطاف مدني وإصابة شقيقه على يد مسلحين شمال غرب الموصل. وفي الميدان طالع البصرة تسمم 500 شخص بسبب المياه وإغلاق 100 محطة تصفية. ونطالع في كتابات مسلح الحشد برسم التمرد على العباد مسار عسكري لمعركة الحكومة. ونقرأ في الجزيرة نت: أردوغان: إذا انهارت تركيا فستنهار المنطقة برمتها. ونقرأ في العرب الجديد: محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات الأمريكية. نطالع في القدس العربي: تأجيل مباحثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة: وزراء روحاني يتساقطون واتهام حكومته بإفقار الإيراني. أهلا بكم. العراقيون عندما تظاهروا واعتصموا ويتظاهرون ويعتصمون اليوم، وإن كانوا يرفعون مطالب توفير الخدمات والماء والكهرباء والقضاء على البطالة، لكن حقيقة مطالبهم هي الوطن الذي سلب منهم بسبب الاحتلال الأمريكي. مقال تروى فيه قصة سرقة البنك المركزي العراقي وخزائنه. كانت خزانة البنك المركزي العراقي هدف الجنود الأمريكيين المحتلين في أيام الاحتلال الأولى، ومغارة علي بابا المليئة بالكنوز بالنسبة إليهم. وكان المواطنون العراقيون يعرفون كل ما يجري داخل مبنى البنك وكمية الأموال والمحتويات الأخرى التي نهبت منه، وكأنهم كانوا داخل المبنى مع الأمريكيين، فكانوا يتداولون تفاصيل ما جرى وما نهبه الجنود من البنك وما نقلوه وأين نقلوه. ومنذ أسبوع يتداول العراقيون على شبكة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور سرداب البنك المركزي العراقي عندما دخل إليه الجنود المحتلون، وجاء هذا المقطع مصداقا لما تداولوه من تفاصيل حينها. فعندما توجه الغزاة إلى القاصة الخزانة الحصينة حاولوا فتحها، فأبت أن تنفتح لأنها مصممة بطريقة لا تفتح إلا من خلال رقم سري ومفاتيح خاصة، وإذا حاول أحد فتحها عنوة فهي تغرق نفسها بالماء حتى يمتلئ السرداب ويخرج منه كل من يحاول فتحها. فاضطر الأمريكيون أن يسحبوا المياه التي ملأت السرداب، وأن يساوموا محافظ البنك المركزي العراقي عصام الملا حويش الذي كان أسيراً في معتقلاتهم على حياته. فاضطر كما تقول الرواية التي صاحبت المقطع الفيديوي أن يعلمهم بالكود وطريقة فتحها. حقيقة مطالب العراقيين هي الوطن الذي سلب منهم وثرواته التي انهابها الاحتلال البغيض ومن جاء بهم وفرضهم حكاما عليه. هم يعرفون جيدا كل ما نهب منهم ويعرفون من الذي نهب. حكاية الحشد الشعبي صارت حزورة تشبه حزورة الدجاجة من البيضة، من البيضة من الدجاجة. أما الحزورة الراهنة، الحشد الشعبي جزء من الدولة يخضع لها ويلتزم بقوانينها، أم الدولة لا وجود لها بوجود الحشد الشعبي؟ بحسب مقال الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى. الجميع يقول إن الحشد جزء لا يتجزأ من الدولة، من مؤسسة القوات المسلحة بالذات، تخضع لقوانينها وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. لكن على أرض الواقع هذا ليس بالأمر القائم تماماً. البعض لا يريد للحشد أن يكون جزءاً من الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية إلا بالاسم. هذا البعض يريد للحشد الشعبي أن يكون مؤسسة مسلحة بديلة عن الجيش والشرطة. بل هذا البعض متجسدة في ذهنه صورة الحرس الثوري الإيراني،
ويريد للحج الشعبي أن يكون على غراره بالضبط. المشكلة أن هذا البعض يكذب بالقول وتأكيد القول أن الحجد جزء من المؤسسة العسكرية. حسم قضية الحجد وتبعيته مهمة ملحة. العراق وشعب العراق لا يتحملان أي جدل يمكن أن يؤدي إلى إثارة انقسامات سياسية خطيرة لا بد من أن تؤول إلى استخدام السلاح. الشعب العراقي منهك للغاية من الفساد وعواقبه الكارثية. الكارثة الحاصلة في البصرة الآن مجرد مؤشر أولي. السياسيون أو بالأحرى أشباه السياسيين منصرفون إلى منافساتهم ومناكفاتهم بما فيها حول قضية تبعية الحج الشعبي، كما لو أن أحدا في البصرة وسواها لا يتسمم أو لا يجد ما يشرب من ماء أو لا يقتل بالرصاص الحي في التظاهرات والاعتصامات. ليس ثمة مجال بعد الآن لإبقاء الحجد في دائرة الحزورة التقليدية، وليس ثمة مجال أيضا لعدم تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. الحرب التي تهددنا حقيقة على خلفية الصراع حول الحجد الشعبي لا تبقي ولا تذر. هذا ما يتعين على الجميع إدراكه جيدا. بعد إعلان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق ياس الساموك الأحد 19 من آب المصادقة على أسماء نواب البرلمان العراقي الجديد البالغ عددهم 329 نائبا، فإن المشهد الأخير من مسرحية انتخابات العراق الأخيرة قد انتهى، وبدأت القوى السياسية كتابة مسرحية هزلية جديدة أخرى لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب والامتيازات بين عوائل السلطة. حقيقة لا شريعة لحكومة التزوير بحسب مقال الكاتب طه ياسين في صحيفة الزمان العراقية. لقد فقدت أحزاب الإسلام السياسي شرعيتها في تمثيل الشعب العراقي ابتداء من نسبة المشاركين في الانتخابات التي لم تصل إلى 18% مرورا بقمع السلطة وأحزابها للمظاهرات وانتهاء بتزوير نتائج الانتخابات الأخيرة. وصار المطلب الأساسي للمواطنين اليوم هو تغيير النظام السياسي وإبعاد تلك الأحزاب عن إدارة شؤون الدولة. وقد أبرزت المظاهرات الأخيرة والتي انطلقت في مطلع شهر تموز الماضي أصواتا مطالبة بإنهاء المحاصصة الطائفية وتغيير النظام السياسي في العراق من النيابي إلى الجمهوري، وتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين، إضافة إلى إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية باعتبارها حلقات زائدة وأدوات لهدر المال العام. كما وأطلق المتظاهرون شعارات منددة باستشراء الفساد وفشل القوى السياسية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وسعى بعض قادة الكتل السياسية إلى تضليل العراقيين بشعارات ومصطلحات ابتدعوها، حين دعا بعضهم إلى نبذ المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ودعا البعض الآخر إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وكان آخرون أكثر صراحة ووضوحا ودعوا إلى تشكيل حكومة توافقية. إن إعادة تشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية هو خيار لا مهرب منه في ظل النظام السياسي العراقي الحالي، سينتج حكومة أخرى ضعيفة عاجزة عن أداء واجباتها في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين ومحاربة الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة. وستواجه الحكومة القادمة حركات احتجاجية شعبية قد تتطور إلى العصيان المدني ربما أو حدوث انتفاضة شعبية. ليس هناك حل لمسألة الإرهاب الذي يطال المدنيين بتضخيم الإرهاب المضاد والمزودة على المنظمات المتطرفة بالقتل بالجملة بحسب مقال الكاتب برهان غليون في صحيفة العرب الجديد، حيث يتحدث فيه عن مواجهة التطرف والإرهاب والطريقة الغربية في المواجهة. ليس هناك حل لمسألة الإرهاب الذي يطول المدنيين بتضخيم الإرهاب المضاد والمزودة على المنظمات المتطرفة بالقتل بالجملة أو بإظهار الاستعداد لقتل عدد أكبر من المدنيين كما حصل في السنوات الماضية، حيث تمت التضحية بمدن ومحافظات كاملة من أجل إجبار داعش وأخواتها على الانتقال من مكان إلى مكان ونقلها أحياناً في حافلات رسمية روسية وغير روسية، ومنها ما كان مكيفاً
من محافظة إلى محافظة واستخدامها كما حصل أيضا في السويداء هذا الشهر للضغط على السكان المدنيين والتسليم له من خلال تقصد إيقاع مئات الضحايا بين المدنيين. لا يمكن ربح الحرب على الإرهاب بالمزايلة على الإرهابيين في قتل المدنيين، بالعكس هذا هو ما يغذي شجرته ويعزز صفوفه، وهو الذي يوفر لهم المناخ والبيئة ومنابع الحقد والكراهية وحب الانتقام التي يحتاجونها لتبرير أفعالهم الشنيعة. لا يمكن محاربة الإرهاب باستخدامه ذريعة لتمرير أهداف أخرى لا صلة له بها كمقاومة الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الطبيعية للجماهير المهمشة أو الفاقدة للأمل والخائفة من المستقبل. فعلا لا يمكن محاربة الإرهاب باستخدام وسائله نفسها وتحويل الدولة إلى عصابة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية إلى ميليشيات إرهابية مضادة، أي بتقويض الدولة وتفريغها من مضمونها القانوني والأخلاقي وربما إلى غير الرجعة، والتشريد السياسي لملايين البشر. لابد أن الكوابيس تقض مضجع الرئيس دونالد ترامب، فالطوق يضيق حول رقبته يوما بعد آخر. لا يكفي تراجع شعبيته عند الأمريكيين وفق استطلاع أخير نشر حول هذا الموضوع، ولا المعارك الكثيرة التي أطلقها في كل الاتجاهات بكل خفة، بل هناك أيضا التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ثم تساقط رجالات الرئيس واحدا تلو الآخر بتهم مختلفة. الانتخابات النصفية للكونغرس هي الامتحان الأول لفرص فوز الحزب الديمقراطي بالغالبية بحسب الكاتبة فاتنة الدجاني في مقال لها في العربي الجديد عن احتمال عزل ترامب. ماذا إن حصل وفاز الديمقراطيون في الانتخابات؟ لابد أن ذلك يؤرق ترامب، لأنه يعني مزيدا من المشكلات له وفتح تحقيقات معه ومع إدارته، كما سيعزز تهاوي شرعية الرئيس التي تكاتفت على إنجازه انتقالات الإعلام ومؤسسات أكاديمية وأطر نخبوية وشخصيات وزنة وانتقالات دولية. وعلى الرغم من التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية، فإن المحللين والاقتصاديين لا يطمئنون إلى أنها تمثل أكثر من انتعاش في قطاع الخدمات وليس في الصناعة، كما أنها في تقدير معظم الدراسات التي يتوالى نشرها في الدوريات المرجعية كفورم أفيرز لن تنجح في فك التشبيك العميق بين اقتصادات أمريكا وكندا ودول أمريكا اللاتينية والعالم الليبرالي لمصلحة الحمائية التي يتبناها ترامب. لكن الطرف الأكثر قلقاً هو إسرائيل. فوز الديمقراطيين سيعني بحده الأدنى لجم النزعة العدوانية الأمريكية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم. حول هذا الموضوع توصي الدراسة إسرائيل بالبدء في البحث عن حليف آخر غير الولايات المتحدة، لأن فوز الحزب الديمقراطي سيعني إضعاف أمريكا قوة عظمى في المنطقة وانقلاب أولوياتها وأولها إسرائيل طبعا بحسب الكاتبة. وحول الاقتصاد التركي، ارتفاع تجارة تركيا العربية رغم الخلافات السياسية، مقال للكاتب ممدوح الولي في موقع عربي 21 يتحدث فيه عن الاقتصاد التركي في المنطقة العربية. ونظرا لزيادة قيمة التجارة التركية مع 9 دول عربية العام الماضي بخلاف قطر هي الكويت وسلطنة عمان والعراق والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا واليمن والصومال، فقد حققت التجارة التركية العربية رقما غير مسبوق حين بلغت حوالي 49 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار في العام الأسبق، رغم انخفاض التجارة التركية مع الأردن وتونس والسودان وفلسطين في العام الماضي. ويظل السؤال حول نصيب العرب من التجارة السلعية التركية والذي بلغ أقل من 13% العام الماضي، حيث يرتفع النصيب بالصادرات التركية إلى 22% وينخفض بوارداتها إلى 6% فقط، حيث تشير خريطة الدول العشرين الأوائل المتلقية للصادرات التركية العام الماضي لتصدر الدول الغربية، وعلى رأسها ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا. واللافت للنظر هو تحقيق تركيا فائضا تجاريا مع العرب خلال السنوات 10 الأخيرة، رغم أنها تعاني من عجز تجاري مزمن
مع دول العالم طوال 70 عاما الماضية، بل لقد حققت تركيا فائضا تجاريا مع كل الدول العربية 22 بلا استثناء خلال السنوات 3 الأخيرة. وبحسب المقال فقد حققت تركيا فائضا تجاريا مع الدول العربية العام الماضي بلغ 20 مليار دولار، كفرق بين صادراتها للعرب البالغة 34 مليار وارداتها من العرب والبالغة 14 مليار ونصف المليار دولار. وخلال السنوات 10 الأخيرة لم يقل الفائض التركي السنوي مع العرب عن 17 مليار دولار. بعيدا عن السياسة، تتطلع اليابان إلى أن تصبح مركبات الأجرة الطائرة التاكسي وأن تكون متاحة للعموم خلال العقد المقبل. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية أنشئت مجموعة تقودها الحكومة وفقا لتقرير بلومبرغ. وقالت وزارة التجارة اليابانية إن المجموعة ستجمع ما لا يقل عن 21 شركة بما في ذلك أوبر وبوينغ وإيرباص والخطوط الجوية اليابانية وشركة كارتيفور المدعومة من تويوتا بالأحرى. وستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة خطط المضي قدما في هذا المشروع. من جانبها ستعمل الحكومة اليابانية على طرق عدة لتنظيم حركة هذه الأنواع من الطائرات، وستقدم الدعم المناسب للمساعدة في تحقيق مفهوم مركبات الأجرة الطائرة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.